باي ريكورد، سو ريكوردينج ان بروجريس، يعني بلش التسجيل. اي اها ناو اي ويل بريزنت. شو يا هيثم؟ ما في شيء هيثم دكتور، از ذير الغلط. يو ار ريزينج يور هاند، محطوط محمود عندي انا. محمود محمود، أنا محمود. لا، مبين عندي هيثم اللي رافع ايده. الغلط الغلط دكتور، لا أنا اللي رافع إيدي. مين؟ محمود يسوف، محمود. وات دو يو وانت يا محمود يسوف؟ استاذ، بس انا نسالك انه في مذاكره عنا نحن ولا كيف؟ لك شلون؟ في ايمت عن المذاكره؟ الاسبوع القادم يعني؟ الأسبوع القادم مثل الساعة هاي، بنفس توقيت المحاضرة. عندنا دكتور بنفس عندنا النهار محاضرة، مذاكره. عندنا مذاكرة، يا دكتور عندنا عندنا مذاكره مذاكرة بنفس نحن. النهار واحد واحد ومذاكره واحد قبل واحد النهار. مو هيك مو هيك مو هيك مو هيك. إذا بده يحكي يرفع إيده. يس يا إيه دكتور عندنا مذاكرة بنفس النهار ومذاكرة قبل بنهار. أيوة مذاكرة كويس. اي شو يا اسماء؟ اي شو يا اسماء؟ ايه استاذ، كنت كمان بدي احكي نفس الحكي اللي حكى الاخ، تمام انه نحن عندنا مذاكرة كويس. فرح اي يصير يوم ضغط علينا هيك. اي يوم اي يوم بيزبط معكم؟ نحن تركناه لحرية المدرس والطلاب. يعني للأسبوع اللي بعده يا دكتور إذا ما بصير. بصير ما بصير ما بصير 15 يوم مذاكرات، ما بيصير يا عمي. انت ايش اخذ لك 20 15 صفحة؟ ها؟ اذا ما طيب بيصير. تمام استاذ، لو كان يعني يصير مثلا بعد يومين في مشكلة يعني إيه اذا قدمناها؟ انا عم بقترح لكم، يعني مثلا انتوا عم بتقولوا في مذاكرة قبل وبعد، وبعد مثلا اي يوم بيزبط معكم، بس مو تقولي لي بعد اسبوع او بعد 15 ايام. لا 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 استاذ، مو بعد اسبوع، بس يعني مثلا صار بعد يومين يعني اذا حد ما عندك مانع طبعا. إيه هو انا عم بناقشكم تمام حتى اشوف اليوم المناسب بيني وبينكم. نعم تمام، يعني مثلا اليوم شو يعني اليوم؟ ثلاثة. ايه اذا كويس. استاذ، عندنا يوم الثاني الاربعاء ما عندنا شيء. الاربعاء ما عندنا شيء استاذ. لا لا استاذ، اربعاء. خليها للجمعة، بيكون لا فارق لا بيناتهم مشان ايه هيك. الجمعة الجمعة الجمعة، يعني مو هالجمعة، الجمعة اللي بعدها ولا الجمعة هاي الجاية؟ الجمعة. لا لا ايه لا لا استاذ، هاي الجمعة. كويس، هاي الجمعة. ايه لا مو هيك، ايه هاي لا الجمعة، صعب. يعني بكرة شو؟ أربعاء، خميس، جمعة. ايه كويس. لك يعني تعرفوها مثلا للاربعاء، هاي الاربعاء ولا بعدها مثلا؟ لا الاربعاء الاسبوع ايه القادم. للاربعاء اللي جاي، مو بكره، الاربعاء اللي القادم. بعده. ايه تمام، ما في مشكله. الأربعاء خلينا الجاي. الاربعاء افضل. كويس كويس، خلينا نتناقش. الأربعاء الجاي ساعة، لأن عندي سنة رابعة، لأنه أن أربعاء كمان. ايه الساعة لا ما السابعة عندنا شيء استاذ. دكتور، الساعة سبعة. الساعة 7 عندي محاضرة. بعدها دكتور، طيب بعدها فورا. يعني الثمانية يعني ثمانية ثمانية ونص ونص. ثمانية ونص تمام. إيه تمام لأنه استاذ. المذاكرة هي كلها عبارة عن ساعة بس، يعني مو أكثر. تمام استاذ. ومشان الأسئلة تمام خلاص، عفوا اتركوا استاذ. الأسئلة، اتركوا الأسئلة. إذا تمام يوم الأربعاء اللي جاي لنشوف شو بالشهر. يعني 20 الشهر. هلا بنشوف اليوم 12. ايه هاي بيكون 20، بيكون 20 الشهر دكتور، 20. بس أتأكد، بدي أتأكد. 20/12. إذا المذاكرة 20/12 الساعة 8:30. كويس. عفوا استاذ، ممكن بس التوقيت انه يتغير، مثلا الساعة 6. انا عندي يعني التزامات تانية بهذا الوقت. خلاص امتحان، هاد بدك تلغي التزاماتك الثانية يا راما أو كذا؟ اتفقنا، لأنه عندي
هي التزامات تانية يعني، كورسات عم بحضرها، فما هو انه شيء يعني. الكورس بيتأجل هذا اليوم او يسجل؟ يعني عندك امتحان انت، انا عندي رغبة، قدامي رغبة 16 17 طالب، ما بتتحدد بطالب واحد، ما هيك؟ يعني يا رامو، وانا كمان مثلك هيك عندي، اها، فرح ألغيه. يا بلغيه بسجله. يعني انا انه ساوي عم بقترح الا انه اذا بالامكان يكون الساعة 6 فقط، انه مجرد اقتراح. المشكلة انه الساعة 6 ايضا في التزام، يعني انا احيانا ما بوصل البيت للستة. تمام، هي طيب عسى خير. عندك بالفصل هذا شو اسمه، يعني هذه الحالة بس. نعم، أسماء يا بلال. سهل، فهمنا شو بده يجينا، الله يوفقك. شو؟ ما عم بسمع، خليني يا نوقف سهل، التسجيل. يا سهل. ريزيوم. القسم الأول، the first part is خيار من متعدد multiple choice، هيك. Choose the correct answer A, B, C or D. Clear or not clear؟ واضح ولا ما واضح؟ Yes, yes. Yes, أها. yes, yes. Now, الطلاب الحضرانين معي والطلاب اللي اجوا متأخرين. Professor Herbert stood and looked at me. He was a big man. He was a big man. He wore gray suit of clothes. The suit matched his gray hair. From which story the above are quoted? Head. السؤال هيد. كبينا. One. Two. أي two. أي three. أي four. وهي five. هو five بكفي. وهي 6. Now, Pa told Mom about the strange school across the hill and how different it was from the school in their day at time. This line and half. هذا السطر. From any story that I quoted. يعني منين أخذت أنا هالسطر هيد؟ الشجرة المشروخة. The split cherry tree. ها شوفوا. Pa told mama, mother, about the strange school across the hill, عبر الهيل. ولما راح ورجع. And how different it was from school in their daytime. This implies هذا شو يشير إلى؟ واحد، Pa is still hard. Pa has changed his mind. Pa wants to whip his son. يضرب. Pa has become an austere or hard person. معكم نصف دقيقة أو أقل للجواب. لا B has changed his B mind. استاذ. B استاذ. مين جاوب أول شيء؟ Who answered؟ محمود يسوف. Yes محمود، الجواب صح. Why؟ سلام والله زي ما شفت جاوب. جاريت تشيل الإجابة برفع الإيد. أي دقيقة بس أحكي مع الدكتور.
Okay. If I told mom about the strange, why is it correct? الجواب صح. The answer is correct. وهي سويناها بالأخضر فاتح. Okay. الطالب اللي جاوب، اوكي الطالب اللي جاوب يرد علي. كيف عرفت انه هذا محمود، الصح؟ محمود يسوف معك دكتور، يس محمود، يس. من المتابعة من القصة هلا تذكرت، يعني من القصة. حاول انه تحكي هالكلمتين بالانجليزي هيك شوي يا عزيزي. From the story. How? Because when he عندما ذهب الى الـ الى الـ الى الـ الماستر In the الاستاذ school. وصار عندي Yes. ديبيت، فشو صار؟ غير هون، مو غير عقله، change his changed mind. his mind، غير تفكيره يعني. يا عيني عليك. اوكي أستاذ، علامتين. أستاذ في جواب يعني تاني. شو هو؟ when he saw Jotham ديكي مالي علاقة، مالي buyer. علاقة. نو نو نو، لسه ما وصل. No. أنا بدي when he returned، عندما عاد إلى بيته from the school. Okay. غير عقليته ولا تم على تحجره؟ اوكي تمام. لذلك شوف، أول واحدة still hard، الثانية غير ذهنه، غير يعني عقله، غير يعني رأيه هون. wants to whip، أراد أن يضرب ابنه. إذن أصبح austere person، يعني شخص قاسي. No. تو، من يقرأ تو ويجيب عليها؟ اعتبروا هاي الأسئلة أمامكم الآن. These are questions and you try to do them. نعم. طبعا هي عبارة عن مذكرة، راح تكون أقل من، يعني الأمر بسيط. دينومو الحضرانين، أول محاضرات، أول محاضرات. بدي مين؟ بدي رامد جبلي ونور ولبنى والحاج ياسين أساور إيمان الحاج علي فضاء ثريا دريعي آلاء رشيد. يس دريعي، ريد إت. دينامو، دينامو part of plot. Dynamo is the part of a plot in which the conflict is untied, usually follows the climax. الجواب، the answer. Untied. ليش؟ جواب صح. Because the dynamo is the end of the story. دينامو هو النزول، أي بمعنى الذي يأتي بعد الكلايمكس، بعد الذروة. عندها أنتايد، عندها الصراع يقوم بالفك أو بإيش، بالحل. هذه من شو اسمه، هي أخذناها لما أخذنا element of story. مثلا أخذنا الحبكة، ما معنى الحبكة، وأخذنا الكلايمكس الذروة، وأخذنا الشخصيات شو يعني معنى شخصية، وأخذنا الميتافور الاستعارة. ها شوف، هاي استعارة، ميتافور هو figure of speech، قسم من الكلام يشمل similarity between، بين شيئين ها unlike. مختلفين. معناته هذا هو الحل، unlike، وهذا unlike. موجود. ناخذ باللون هاد عشان يبين معنى، وهاد انتاي، وهاد this is changed his mind. كمان ستاير، عندكم ستاير الهجاء، writing that uses، الذي يستخدم humor or ridicule، يعني الدعابة أو السخرية. to paint out ها ليشير إلى ماذا؟
إلى السخرية. لما الواحد بيسخر من الثاني زين بيطالع عيوبه بتصير عيوبه على ونواقصه عيوبه. كل ما اه سبق. هدول ناخذ كل ما سبق، فوليز شورت كومينجز والفولتس، يعني العيوب والاعذار والسقطات، كل ما سبق صحيح. الرمزيه سيمبوليزم is depicted using physical object. Using physical object يعني تستخدم الشيء الفيزيائي. Even a person حتى الشخص يمكن أن يكون abstract idea، فكرة مجردة. على سبيل المثال الحمامة ترمز لمين؟ إلى السلام. سلام بيس. Peace. The student الطلاب see pa، نظرت إلى pa، تنظر إلى pa، who looks very strange، يبدو very strange outside of natural غريب. element، غريب outside of ها and they laugh at him. pa هون 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 المركزية. pa is standing under leafless tree، شجرة لا أوراق لها، ويقارن وقورن بإيش؟ old tree. old tree. old tree. old tree. صار عندي 6 ضرب 2 12 علامة. عرفتوا هاي؟ عرفتوا الخيارات من متعددة هاي؟ منين جايبها أنا؟ منين جايبها؟ from where did I wrote them ولا لا؟ خاصة الطلاب الحضرانيين. هلا الطالب المحضران رح يشعر بأنه كأنه في عالم آخر، في العامة شو هذا، منين جاي كذا. لو بيعرف نحن هاو كم تعذبنا وكم شرحنا وكم إذن ها إذن لما قال هذا. ورغم هيك الأمر سهل يعني مو صعب. Choose the correct answer A, B, C, D or إذن the first one. What was the answer? Has it changed his mind? The second or second? Untied. شرح للدينامو. الميتافور. Unlike. بين شغلتين من متشابهة. Unlike. الهجاء بيطلع لي العيوب والسقطات والمشاكل. يعني فوليز عيوب وشورت كومينجز عيوب وفولتس عيوب، بس بي بي يعني وحدة سقطة وحدة عيوب وحدة نواقص. كل ما سبق صحيح. الرمزية. الرمزية أقول الرمزية الحمامة ترمز إلى ماذا؟ بيس. شوف الجملة الأولى، الكلمة الأولى ستراجل، الثالثة كونفليكت، الرابعة هيتريد، لكن هي البيس. ولما با كان واقف تحت شجرة، الشجرة ما في أوراق لها، تشير إلى ماذا؟ It denotes to what؟ To all. To all. بتريدوا أكتر لكم من هاد ولا في شي كتابي؟ الخيار المتعدد أسهل علينا. الخيارات المتعددة أستاذ أفضل. أسهلنا إيه؟ أسهلون. إذن ما راح توصل للرابعة لأطالعك طالب من الطراز الأول إذا تابعت مظبوط. راح ايه اخليك بس استاذ يعني مو فوران. انا عم بقول رابعه، ما بقول من الاول، ما بق يعني ما اذا لست اكيد مو من الاول ولا الثانيه، معلش بدءا من الثالثه اي، لكن بدنا ندخل يعني ما بدنا نطال وقت، يعني لن نقف على الدرجه الاولى 15 اسبوع مزبوط ولا لا؟ هلا طلابنا اللي حضرانين our student who attended the lectures frankly بصراحة are these difficult or simple questions؟ يا دكتور أنا بتواجه صعوبة بإني أختصر، ما بنعرف يعني إني لساني
انا بدي، انا بدي طالب عندي حضران من الاول، اذا من الاول كان حضران من اول جلسه الى الان. Are these difficult or similar? Are these difficult or easy? They're simple. Easy. Simple. Why? Especially, especially نحن شو اخذين؟ قصه ونصف او ربع. قصه one story and quarter story يعني، او خليها نصها، هي اقل من نصها. بلالة واحدة أنا بس لخ على الخالص، وبدرس الشخصيات والحبكة والكذا إيش معناهن، والعبارات اللي بالصفحة الأولى هن 25 عبارة 20 عبارة ما بيطلعوا. أي زائد في عندي حضور، عندي مشاركة، عندي لسه في بريزنتيشن عرض، وفي عندي امتحان أخير 50 علامة. يعني ما وزعت لكم العلامات، أقول لكم كيف التوزيع إن شاء الله. Is it okay or not إلى الآن؟ أوكي. يعني دكتور إذا على نفس هال يعني هالنمط الأسئلة، لا سهولة يعني. تمام، هو راح تكون هيك، بس لازم يكون عنا هلأ راح نشوف. بس خلصت الجلسة راح نعيد جلسة ثانية، يعني راح أعطيكم بريك 5 دقائق، وتم عنا 4 دقائق. في عندي لسه سؤال 1، سؤال 2 عفوا 3 و4 و5. هدول الأسئلة بدهم شوية شغل. طبعا هدول كلهم ما راح يجوا، لا تطلعوا عليك تخافوا. إذا راح يكون نسبة الخيار من متعدد كثيرة، و سؤالين بدهم شوية شغل كتابة. أوكي أور نوت؟ أوكي دكتور. بس إيش؟ دكتور في نقطة يعني من باب التوضيح لو سمحت. اسأل إيش بدك. Ask whatever you want. Thank you very much. دكتور يعني بالنسبة لموضوع الحضور، نحن الطلاب اللي جاء حضورنا متأخر، نحن سجلنا متأخر. ما هو ذنبي هذا يعني؟ احنا ما... أنا شو ذنبي في هذا الموضوع؟ لا، الفكرة أنه حضرتك عم تركز على الذين حضروا مبكرا والذين لم يحضروا، يعني ليس من باب الكسل ومن باب التقصير، إنما التسجيل كان متأخر فقط. أنا ما عندي مشكلة في هذا أبدا أبدا. أنا بدأت، لنفترض أنت جيت متأخر، جيت متأخر. دكتور بس مداخلي بعد إذنك. أنا أسمعك، أنا أسمعك. بس نقطة، إنه حضرتك لو تبعت لنا المحاضرات الأولانية اللي مسجلي، لأنه حقيقة لا على اليوتيوب عم نلاقيها ولا نزلت على التليجرام، نزلونا من كل مادة محاضرة واحدة فقط. يا عزيزي أنا مسجل محاضرة ومكتوبة، المحاضرة الأولى الثانية الثالثة. أنا معتذر فقط عن محاضرة واحدة الكون إيه، وما أحسن يعني كنت بدي أسجلها، قلت بجوز إذا سجلتها ما تستفيدوا منها، بس أبى أشوف شي توقيت حتى اعوض لكم هذه المحاضره. تمام 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 دكتور. بس ما انا نازله على الرابط. لا ما بيصير في ال 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 بتروحوا على على التليجرام يا دكتور، على التليجرام وعلى اليوتيوب، يعني بحثنا عنهم كلياتهم، وعلى موقع الجامعه الاساسي مو نازلات غير اكثر محاضرات نازله مشكله لمحاضرات البحث. إذا هلا راح طالع لك إياه. SWX هذا مو ال يعني يوتيوب، شو اسمه، التليجرام اللي بينزل المحاضرات. منزل أنا المحاضرات كاملة، حتى محاضرات السنة الماضية موجودة عليه. بعد إذنك تكتب لنا إياه على الشات، بس الموقع على الشات. أي SWX SWX تماما. مصطفى دناور اللي هو المسؤول الإعلامي.
اس دبليو اكس موجودات تبعت السنه الماضيه وتبعت هذه العام. القصه المحاضره الاولى، تتمه المحاضره الاولى، المحاضره الثانيه، تتمه المحاضره الثانيه، وهكذا. خاصه الطلاب اللي اذا هذا لا يعني انه اللي اجى متاخر، لكن انت جيت متاخر وقت الاختبار الاول او التست الاول راح تلاقي شويه صعوبه، شيء طبيعي، لكن ما راح نتركك نحن. تمام، بارك الله يعني فيك، العافية. تمام، المحاضرات واحده واحده مسجلات. انا راح اشوف هو لحد مصطفى الآن ما تناور، كنا نوصل له، هاي النقطة. اذا مصطفى ما خرجي زبطهم ويحط عليهم اللوجو، انا راح انزل التليجرام واعطيكم الرابط واقول لكم انزلوا عليه كاملا، الموجودات فيه لحالكم. والله يا ريت علوها. عرفت شلون؟ السلام عليكم، ما في صوت. نو صوت، مشي الحال الصوت. اي مشي الحال. حاليا لم تمام، يمشي الحال، دقيقتين ما كان في صوت. كأنه في صعوبة شوي في الصوت. نعم، لا هلا مشي الحال. من سيقرأ لنا؟ Who will read to us question number two؟ قراءة فقط. Yes. Your name؟ مود يسوف. يسوف. Go on يسوف. In split cherry tree, traditional values versus modernity as a main theme expressed in the story. In no more than six lines, explain how the writer expresses it. تعرف تشرح لي اياها في العربي مثلا؟ يعني بدنا نكتب ستة أسطر شرح عن قصة الشجرة، لا لا، بدقة شجرة بدقة، الكرز. مو عشوائي، مو عشوائي. يعني بدي ترجمة، يعني أنا قرأت السؤال. I read the question, try to translate it into Arabic in order to understand it. Then I will try to write it, because if I don't understand the question, how could I answer? I wouldn't answer, wouldn't be able to answer. خلاص بين معي إنه it is split cherry tree. شوف traditional values versus modernity. شو يعني بالترجمة؟ شو يعني يا أعزائي؟ 16 بني آدم، traditional values versus opposite of modernity. أستاذ، عن القيم التقليدية مقابل الحداثة، إنه نشرح بست سطور إنه شو حكى الكاتب، كيف كويس، عبر الحمد الكاتب. لله. أنت مين أنت؟ أنا آلاء.
ألا يا بنيتي، traditional values، هذا هو السؤال. وأنا غمقت كلمة إيش هون هون، شو غمقت أي كلمة؟ ذيم ثيم. ثيم ثيم سما السما يعني. ثيم شو يعني ثيم؟ الموضوع في السبليتشري تري، الموضوع الرئيسي شو هو؟ الحداثة، التقاليد القديمة مقابل الحداثة. اللي هو با بيعطيني شو؟ التقاليد. والدكتور والابن شو بيعطوني؟ الحداثة، المودرنتي. بتعرفوا تكتبوا عن هيك شيء خمس أربع ثلاث أربع أسطر مثلا؟ traditional values versus يعني عن مواقفهم يا أستاذ. إذن اللي فهمته أنا، لأنه القصة كلها all the story is about the clash، struggle conflict between old and the new، between نانتي وأنتي، between جدي وأنا، between أنا وحفيدي. أوكي أوكي or not؟ أوكي أوكي أوكي. Who can those who attended the lectures, who can try to within two or three sentences to explain to your students or to your colleagues how the difference or differences between traditional value and حتى لو كان بي one statement or one thing that you could remember، مين بيتذكر حالة من هذه الحالات؟ شوي بالعربي شوي بالإنجليزي، هلا معش ما في مشكلة، no problem، try to do it. أنتظر أنا. I'm waiting for you. ومو ضروري to copy by heart، to keep by heart، أن تبصم. بإمكانك أن تبدع إذا كانت هناك أفكار، وهذا أهم. No one. أنا لا يا أستاذ، هو لما حكى يعني بالعربي، هو لما لا بالعربي، ما بدي في العربي، كله في العربي. عم ندرس انجليزي، بتضحكوا علينا بعدها يعني، لو شوي هيك شوي هيك. معلش اللي هو all the three، ولكن ال يعني الجيل غير. In English مثلا حالة من الحالات the teaching father thinks، الأب يعتقد، father thinks that the school is useless، لأنه المدرسة شو ما في غير قضاء فائدة فائدة منها وكذا، هذا قديم. بينما هربرت ماذا يعتقد المدرسة؟ that gives the student information، knowledge، معلومات، معارف جديدة، خلافا عن القديم. هاي حالة من الحالات، وهو الموضوع الرئيسي، يعني الموضوع الرئيسي بين الجيل القديم والجيل الحديث. اثنين، طريقة التدريس، the way، the method of teaching. قديما مثلا يستخدموا العصا وكذا، بينما التدريس الحديث شو بيقول هربرت؟ يقول by experience، بإيش؟ بالخبرات والمهارات وكذا. قديما بالحفظ والبصم. ثلاثة، هاي سطرين. الثالث،
Father Pa thinks يعتقد أنه العمل to work in a field in حقل في الحقل ورعاية الأغنام والأبقار to tend the goats and the camels far better أفضل مليون مرة من التدريس والتعليم. شو بدي أجيب لي ذاك؟ في حين أن الهربرت شو يعتقد أن الوصول to get knowledge ومعروف يعني المعرفة هي القوة. الإنسان عندما يمتلك المعرفة يمتلك القوة. ومو بس هاد، في كتير شغلات أنا بدي بس أربع خمس أسطر. Is it okay or not؟ جوز أجيب لكم اثنين، اختار واحد مثلا إذا، والباقي خيار من متعدد، ما في مشكلة معي. أنتو يا كويسين. Yes. نعم معك دكتور، معك. أها. معك دكتور. أوكي. كأنه دخل على عنا، مين دخل جديد هيك نسأله سؤال؟ خالد أصلان، خالد دخلت جديد يا خالد؟ إيه دكتور، هلق دخلت، أنا ما كنت موجود في البيت، هلق جيت. أيوة خالد، ما لحقت يعني. أعطيتني معلومات هيك عن شهادتك وعن كذا، ولا ما أعطيتني شيء؟ كم محاضرة صار لك عم تحضر؟ أي يا خالد؟ تسمعني خالد؟ راح خالد، هو موجود بس نأخذ هاي خالد. أصلا جمعة، عزيزي جمعة، أي تهاني الأخرس معنا، تهاني. يا دكتور معك. تهاني، هاي المحاضرة الثانية الثالثة، شو هي ولا الجديدة لساعتك؟ لا دكتور، صار لي فترة مسجلة بس مو كل المحاضرات عم بقدر أحضرها. وائل حاج ياسين، وير ار يو يا وائل؟ ما في صوت اليوم. معك دكتور، معك. اها معي. ستقرا لنا، يو ويل ريد، ستقرا لنا السؤال رقم 3، كويستشن نمبر 3. هربرت went to show Ba the games inside the black snake, but Ba object to this dissecting the snake, saying that snakes are good at catching mice and therefore he hates killing them. السؤال، the question، هذا question، اي اقرا question، اي read it the question please. Analyze this lens to show us one side of the character. تحسن ترجمة السؤال ونصها تحسن، يعني بتعرف عن ايش عم يدور؟ تحليل. لا 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 لا. Herbert wants to show Pa the germs inside the black snake, but Pa objects to dissecting the snake, saying that snakes are good at catching mice and therefore he hates killing them. هذا القلب. The question, analyze this question to show us one side of Pa's character. ماذا يعني هذا الكلام؟ إذا ما فهمته ما راح أفهم شيء. هربرت وورد تو شو، ماذا يريد أن يري هربرت؟ مين هربرت هاد؟ سان الأستاذ، الأستاذ التيتشر البروفيسور. أريد أن يظهر جراثيم داخل إيش؟
البلاك سنيك بده يشرح له، بده يشرح له ايش لما اجى ليشرح الافعى، لكن بام ماذا فعل؟ رفض، رفض تقطيع ديسكتينج ذا سنيك قائلا ذا سنيك ار جود ات كاتشينج مايس، هي مهمه بالنسبه له. ليه؟ تلتقط الفئران يعني؟ تاكل الفئران ولذلك هي هيتس كيلينج ذيم. كويس، حلل هذه الاسطر لتورينا شخصية. لا 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 انتبهوا. One side of Pa's character. إذا جانب، جانب من شخصيته. نحن بنعرف إنه Pa شخصية قوية وشديدة وقاسية وجلفة وفظة وغليظة، يعني that is austere, tough and and rough person that he tries to هون بدت شخصيته العطف على الحيوان الكايند تو تو انيمال. مين عم يحكي مشان اعرف احدد حتى حتى زملائنا، زملائنا الاخرين يعني طلابنا الاخرين تو اندرستاند ليعرفوا شو صار معنا. يا استاذ مو هو عنده انسانيه فهو يعطف على الحيوان ولا يا يا كويسين يا اكابر. انجليزي الدرس، انا صحيح عملته هذا مشان القص يعني مشان نفهم بس يعني شويه انجليزي، اذا اللي بيسمع بعده علينا بيضحكوا علينا. يس الكلام في العربي كويس، تشينج تراي تو تشينج ترانسليت ات انه ار ان انجلش يعني با هيومانيتري. ما هو who wants to talk to analyze to describe to describe or to explain for us. مين مين بس يعرف واحد؟ yes who مين اللي بدي يحكي؟ أنا حكيت الأول. مين؟ يلا تفضلي. ألا ألا kind animal he is أو he shows kindness for animals. هاي الجملة لحالها عليها 5 علامات. صحيح هو، صحيح هو although على الرغم he is a tough man a hard man but now he shows kindness and softness and leniency. لين يعني لين. about animals and he doesn't want to kill them. Why? Because they are beneficial, مفيدة for him. Because they eat the mice. لحد الآن صار تقريباً 80% من الحل. وضح السؤال؟ وضح الجواب؟ yes. إذن بنروح هيك روحة بسيطة لفوق. Dynamo, واحد. شو كان الجواب؟ Dynamo is a part of plot in which conflict is untied. 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 أي فكت. الميتافور figure of speech جزء من الكلام يضمن يتضمن similarity بين شيئين. Unlike. Unlike. الهجاء يبين لي يعني النواقص وعيوب وسقطات وكل ما سبق. ها شو all of the كل ما سبق or... صحيح. الرمزية تبين لنا أن الحمامة ترمز إلى peace. عندما جلس با تحت الشجرة لا أوراق لها هذا مثل لنا ماذا؟ old tree. old tree. split tree. الموضوع الرئيسي هو الاختلاف بين القيم القديمة والحداثة، وناقشنا كيف القيم القديمة والحداثة. هربرت لما قالوا بده يشرحوا الحية با objects rejects that. why
because he يعني هذا الجانب اللين من 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 شخصيته. He doesn't want to kill the snake. Why? Because they eat the mice in his field. السؤال الأخير وهذا سؤال العلامة المية، من سيقرأ النياة؟ أساور، خلونا أساور الشرق، نذهب إلى الشرق. أساور السائر. Yes أساور. Yes teacher. Yes raise your voice. وصوت تيتشر، تيتشر يعني وريد it for us. وحتى لو في خربطة ما في مشكلة، بدنا نتعلم. Although I'll think on no specific. ماشي مرة أستاذ. لبنى. Yes teacher. Yes. في صوت يا شباب، في صوت، في صوت ولا ما في صوت؟ صوت كأنه هذا. ما في صوت خالص. هلا أجاك الصوت. هلا أجاك الصوت. مشي الحال. من عندي بين. Yes. Also, no specific date is given by Jesse Stewart هذا الكاتب in his short story spelled cherry tree. It is no debut set during the 1930s. 30s يعني ثلاثينات. 1930s. The action of the story take place somewhere in Kentucky during the winter. The late winter. بأقل من ست أسطر. How does the setting affect the formation of the characters? Personalities and their attitudes toward the surrounding. Translate. من يترجم؟ من يعرف جوا في السؤال شو بده؟ إذا ما عرفت السؤال شو بدك على الفاضي؟ كيف يعني الطبيعة مثلا تؤثر على الكاركترز، على الطبيعة أو يعني طبيعة المكان. هلا مسكتي راس الخيط. مين انت؟ مين؟ لبنى. لبنى رائع. كيف يؤثر المكان، يؤثر المكان على طبيعة على الشخصية، على تكوين الشخصية وتأثيرها على المحيط. مين بيعرف يحكي في العربي؟ هلا مثل مثلا الريف، اذا كان الشخصيات عايشين بالريف مثلا فهي بتكون شخصية مثل مثلا قوية، او يعني هيك بتقمص شخصية الريف يعني غير عن مثلا المكان المدينة. تمام، هذا كلام جميل. شلون بدك تحوليه للعقل الانجليزي؟ يعني لو جينا لنناقش هذا الكلام، أخذنا شخصية با وأخذنا شخصية هربرت. با is old fashion. لا هون ما بدي أنا، لأنه old fashion ولا ولا تمام. إيه أوكي. He is not open-minded. ممكن هيك؟ بدي أشوف رأي راما. Yes, Rama. I think when they eat the dinner dinner together, the professor eat a knife, I think, but Ba eat in his hand. أخذتي جزئية صغيرة جدا. ما هو هون الجواب. جزئية صغيرة. زميلتك عطتك رأس الخيط الرائع. That she give you the head of the string and you should build up on it. Pa, when عايش pa? بهيل.
مش يعني هيل تل في مكان عالي مع ايش with the اغنام with the goats مع الماعز مع الابقار مع الكذا. اذا كيف هذه الشخصية ستتكون؟ هل هو مثل هربرت الذي يعيش يدرس الطلاب؟ No, he is hard. لذلك المحيط قاسي، فماذا فعل؟ فأصبح became... ماذا؟ He was hard. Why? Because he lives in a surrounding which is tough. في محيط قاسي، في عندي جبال mountains, hills, تلال، أفاعي snakes، عقارب، أشجار، ريح، wind، مطر، كذا. في حين أن whereas، في حين أن whereas هربرت lives وين يدرس، he teaches، يتعامل مع الناس، مع البشر، مع التلاميذ، مع الأطفال، مع الـ مع 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 الطلاب، with the students، with the pupils، with the with the with, so he should be lenient، يجب أن يكون لينا، والمحيط يجعله لينا لأنه لا مو عايش بالكذاكة. فهذا الكلام لو وضع في ثلاث أسطر لا أعطيك 10 من 10 إذا كان علي 10 أو أعطيك. إذن كم سؤال على ثلاث أسئلة على مين؟ كلهن على split tree كونها هي يعني أخذناها كاملة. السؤال الأول the traditional values versus modernity. That is the clash, the struggle between old and the new. الثاني الجزء الطيب من the goodness الطيبة. The good heart is in بشخصية ماذا؟ با. الثالث والأخير اللي هو السؤال الرابع المحيط setting هذا هو بيسموه المكان، كيف يؤثر على الشخصية. وزميلتكم قالت كلام في اللغة العربية إن عربي رائع جدا إذا حول إلى اللغة الإنجليزية. الكل معي؟ واضح الكلام؟ في شيء إشكال في كذا؟ واضح. أكيد. Is it okay يعني or not؟ إنه هو عاش مثلا في مكان خشين مع الأفاعي وهيك، وبعدها بنقول إنه بالرغم من إنه فإنه إنسان يعني ذو إنه عنده إنسانية ويعطف على الحيوان، فنحن يعني بنوصفه بشكل كامل. No. يعني نحن السؤال شو بده؟ شوفوا يعني هذا آخر سؤال عنا إنه تمام. نناقش فيه. أنا بعرض لكم يعني تنتين يعني الجزء في جزء بسيط هو كان أنا أعطي لي جامعة أخرى، والآن أعطيتكم جزء من هون وجزء وأشياء جديدة. أنا الكلام شو بدي إنه بدي إذا شو يا محمود تفضل. يس محمود دكتور، يعني مثلا بصير نقول انه people who live in the countryside مثلا have a strong personality unlike people who live in the city. لا يكفي هذا هذا الكلام عموم صح، in general صحيح، بس بدي ايش؟ بدي اثباتات، تفصيل اكثر. يعني بدي I want to prove you and I want evidence. شو يعني evidence؟ بدي دليل. أنا عندي دليل. شخصية با، شخصية مين؟ الهربرت. كيف أثر هذا؟ لأنه يعيش في إيش؟ في الجبال ومع الأغنام ومع كذا وإذن وربما هناك حيوانات مفترسة predator. So it affects. They affect his personality. في حين أن هربرت شخص مثقف ومتعلم وكذا بالجامعات ووفي مع الأساتذة والطلاب، شو بده يصير؟ بصير يعني صعب، بصير قاسي. لا الأستاذ عم بحكي على الأستاذ، على هربرت. بصير لينا، بصير إنسان نعم مختلف غير عصبي. أستاذ يعني المادة كلها والمذاكرة أنه كتحليل للقصص اللي أخذناها تعتمد أكثر شيء.
اصلا اذا من وصلتوا للتحليل معناته طياره على السنه الرابعه معناته ابدعنا ابدعتوا. من وصلت المقدره على التحليل انا ما بتوقف عندك ولا ماده ما بتتعرقل. الى هنا ينتهي. اعتقد انه وصلت الرساله بشكل جيد. ما عليكم الا تستدي، وكثير اكيد الخيارات من متعدده راح تكون اكثر من يمكن جلها، وراح غالبا السؤالين الاخيرات واحد منهم اقول لك اختر choose one of the following question with no more than five lines, explain or analyze. تمام. استاذ الحل بيكون بخط اليد مو هيك، على ورقه ومنصوره وبنبعث لك هي. لا ممكن انا ابعث لك رابط بقلب الرابط جواته مشان اتحكم فيك وبعرف اذا نقلت ولا ما نقلت. طبعا اذا نقلت انا بعرف اذا نقلت ولا لا، انا عندي يعني خلفيه صار عند كلياتكم، واريد منكم الشفافيه المطلقه حقيقة. نعم تمام. لا نريد يعني خلاص دكتور، يعني الافضل ما نقول خلاص انت بتساعدنا ان شاء الله. انا بدي اياك لما تتخرج عندك شهاده حقيقيه يا عزيزي، ما عندك كرتونه، مو بس مشان الكرتونه. صحيح دكتور، معك حق. اذا انتبهت عم بتعب عليك كانه شايفك قدامي وكانك امامي، ولو حضرت على فكره يعني هذا جمعة درويش بيعرف، انا درسته بيعرف كأنك أمامي أنا الآن وبنفس الحماس ونفس القوة ونفس الشيء والله. الله يجزيك الخير يا دكتور ويعطيك ألف عافية يا رب، والله مشكور. الله يعطيك العافية. Thank you for you all and الله يعطيك العافية دكتور. حياكم الله وإن شاء الله الليلة هنيئة. دكتور ممكن تبعث لنا هاي الأسئلة على المجموعة لأن أنا حضرت متأخر معك. ايه ابشر. الله يبشرك بالجنة يا روسي دكتور، مشكور. حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. End meeting for all. ليش ما عم يسكر؟